يسعد مساكن السقوط المدوي لمنتخب لبنان أمام إيران كان العنوان الأساسي للأسبوع الماضي وتداعياته كانت نقاشات بالجملة من معنيين وغير معنيين حول المرحلة المقبلة وسبل إدارتها بظل استحقاقات ميدانية ضغطة محليا انطلقت عجلة الإياب وبينت عن مستويات عالية ومنافسة شرسة وخصوصا من أندية القاع قبل الأندية الكبيرة شيء اللي ببشر ربما ببقية موسم مثيرة والحدث الأبرز كان سقوط الأنصار لا تغيير بقيادة منتخب لبنان معاناة تشكيل المنتخب قبل مباراة غانا تفاصيل انضمام عباس حسن لنادي إلسبورغ السويدي إبراهيم بحسون بخوض أول مبارياته مع الزوراء التفاصيل الكاملة لأسباب السقوط المدوي للأنصار أمام طرابلس إذا خسارة قاسية تلقاها منتخب لبنان أمام إيران صدمة كانت كبيرة مش لجهة النتيجة بس إنما التشكيلة الإداء المعطي المعطيات يلي ظهرت حول وضعية المنتخب وأكيد مش عم نحكي فقط من الناحية الفنية بالبداية تابعوا معي قراءة حول هالمباراة بين لبنان وإيران أشد المتشائمين ما كان يتوقع خسارة لبنان أمام إيران بخماسية فالمعنويات كانت مرتفعة نسبيا قبل المباراة عند الجمهور اللبناني يلي تفائل بخطف تعادل على الأقل من ملعب أزادي بطهران اسباب التفاؤل كانت عديده معسكر على مستوى عالي بالدوحه تخللوا مباراه تحضيريه امام المنتخب القطري عوده محمد غدار لقياده هجوم المنتخب جهوزيه رضا عنتر الاتي مباشره من معسكر فريق شاندونغ بتركيا مشاركه عدنان حيدر للمره الاولى بمباراه رسميه بالاضافه لاكتمال الكتيبه اللبنانيه بمشاركه المحترفين والنجوم المحليين باستثناء وليد اسماعيل بسبب الاصابه ومع بداية اللقاء بدت الرغبة الإيرانية واضحة بالثأر من المنتخب اللبناني فتلقت شباك عباس حسن أهداف متتالية ما بيتحمل مسؤوليتها وإذا كان البعض اعتبر أن الحكم الياباني كان قاسي بحق منتخبنا بعد احتسابه لركلتي جزاء وطرده لنور منصور فالمنتخب اللبناني ساهم بشكل أو بآخر بتسهيل مهمة المنتخب الإيراني غياب وليد إسماعيل كان له أثر كبير على المنتخب وكان واضح أن اختراقات الإيرانيين تركزت عبر الجهة اليسرى كما انه التشكيله اللي بدا فيها ثيو بوكير خلت من لاعب ارتكاز صريح بعد ما تالف خط الوسط من ثلاث لاعبين بنزعه هجوميه هن رضا عنتر عدنان حيدر وعباس عطوي وامامن ايضا ثلاث لاعبين بادوار هجوميه عم نحكي عن غدار ومعتوق وحيدر وهالامر وضع الدفاع اللبناني تحت ضغط ايراني هائل كانت نتيجته خمس اهداف. البعض تساءل عن جدول معسكر القطري اذا كان المنتخب غير قادر على تهديد المرمى الايراني بفرصه وحيده وبيبقى التخوف عند الجمهور اللبناني هل عاد المنتخب لدوامه الهزائم بالخمسيات والسداسيات هيدا من الناحيه الفنيه ميدانيا ولكن لانه يلي صار مش عادي كان لابد لألنا ببرنامج اوفسايد من موقف ويكون مثل ما عودناكم موضوعي ومن دون غايات موقف صادق منه جزء من أي أجندة ولا بيخضع لأي حسابات لأنه أصلا نحن كفريق عمل بقناة الجديد وأنا من ضمنه ما عنا أي مصالح لا بمراكز ولا بغيرها غير مصلحة المنتخب الوطني بمقال نشرت بجريدة السفير كتب الزميل حسن شرارة ما تحقق في عهد يو بوكير كمدير فني كبير للغاية وغير مسبوق وهو أمر بيقتضي الوفاء أن نذكره أبداً واذا كانت كره القدم اللبنانيه تعاني من غياب الاحتراف والفقر في الملاعب وضعف المسابقات وانعدام دور الانديه ومن الارتدادات الخطيره لملف المراهنات وفقر الامكانيات الماديه وغياب البديهيات لدى بعض اللاعبين وفقدان الثقافه الكرويه فان ذلك لا يجيز تصوير الانجاز ملكا لشخص واحد والاستهزاء بفهمنا لكره القدم وتجاهل الاخطاء في اختيارات اللاعبين واسقاط بعضهم بالمظله وطريقه قراءه الخصوم والخيارات التكتيكيه واداره المباريات والتبديلات المقال استفهم عن سبب تهميش بعض اللاعبين والتمييز فيما بينهم وتجاهل قله الاخلاق لدى البعض، وعدم فرض الانضباط والجديه وتصاعد وتيره صراعات الانديه داخل المنتخب، وانعدام الثقه بين المدرب واللاعبين وبين اللاعبين انفسهم. المقال ودون ان يتجاهل واقعيه فقر الرؤيه والحال لدى اتحادنا، تساءل عن تركيبه جهاز فني بلا دور ولا قيمه ولا نصيحه، وعن ادوار غير مفهومه لبعض اعضائه. المقال خلص الى ضروره التغيير حمايه لما تحقق من مكتسبات ورحيل الجهاز الفني كونه الخيار الحكيم في ظل انعدام الثقه على جميع المستويات مؤكدا ان هذا المطلب ليس تشكيكا بكفاءه او تقييما لاشخاص. واليوم كتب الزميل عبد القادر سعد في جريده الاخبار: هناك عدد من المدربين القادرين على تحمل المسؤوليه لكن المفاوضات قد تحتاج الى وقت، فيما تنتظرنا استحقاقات تضيق مساحه الخيارات بالمدرب المساعد الهولندي بيتر ما. فهل هو قادر على لعب دور المدير الفني وهل يوافق على القيام بالمهمه الزميل سعد تساءل عن جدوى التغيير الجذري في الاداره الفنيه خلال اربعين يوما مزدحمه بمواجهه غانا والبحرين واللقاء المفصلي الاسيوي مع تايلاند ثم مواجهه اوزبكستان على ارضها المقال عدد تصرفات غير المنضبطه من قبل بعض اللاعبين ممن طالب الجمهور باشراكهم او جرى فرضهم اتحاديا مثل هيثم فعور واحمد زريق وعلي السعدي ومحمد غدار رافضا تحميل المسؤوليه كامله لبوكير. المقال ختم بضروره الاسراع في تنظيف المنتخب من شوكه المراهنات حيث يؤكد اكثر من مصدر داخل المنتخب ان ابعاد المتورطين سيكون له اثر ايجابي كبير وسينعكس على التمارين واداء اللاعبين. هيك بنكون حاولنا على الاقل انه نعطي اكثر من راي لهم علاقه بالمنتخب، كمان في اراء اعلاميه ثانيه انكتبت وانقالت انما يعني الموقع لا لا يستوعب كل هذه الاراء، كابتن جمال طه المدير الفني لنادي الانصار قائد منتخب لبنان سابقا الك نظره باللي صار شو رايك بمباراه لبنان ايران مش كمباراه على ارض الملعب، ماذا يجب ان يكون؟ طبعا ما في شك انه المباراة كانت مباراة سائرة المنتخب اللبناني بنتيجة 5 5-0 كانت يعني ما بنستاهل هيدي النتيجة بعد سلسلة النجاحات بال يعني بالايام القريبة الماضية طبعا الكل بيتحمل مسؤولية انا يعني المدرب الاتحاد اللاعبين اللاعبين كلياتنا بنتحمل مسؤولية كلها. لانه الفترة الماضية مرت كانت صعبة على الكل خاصة بعد قصة تلاعب بالمباريات واللي أدى نوعا ما لاستبعاد بعض اللاعبين وعدم تجمعهم بشكل خاصة اللاعبين الأساسيين أنا برأيي لازم يكون في إعادة نظر بطريقة العمل بس كمان بنفس الوقت ضلني يعني أنا ما من الأشخاص اللي بحب التغيير يعني في كثير من الإعلام تاني يوم المباراة قالوا لازم نشيل لازم لا لازم نعطي بعد فترة لازم نعطي فرصة لسبب إنه نخلي الشخص يعيد خلط الأوراق ويرجع يقدر يرتب الأمور عن جديد لأنه أنا برأيي نقدر نرجع نقدر نوقف على إجرينا رغم أنه نحن كمان قلنا يعني مستوانا معروف لوين ممكن نقدر نوصل بالمستوى بشكل عام جمال هذا عن منتخب لبنان طبعا الاتحاد في جلسة حاليا وكل المؤشرات تدل على أنه لن يكون هناك تغيير على عكس كل ما قيل بالجهاز الفني لمنتخب لبنان لاسباب متعدده منا قال جمال ومنا انه صعوبه ايجاد البدائل بالوقت الحاضر نظرا لضيق الوقت والاستحقاقات الداهمه على اعتبار انه منتخب لبنان يلعب اربع مباريات كبيره امام غانا البحرين تايلاند واوزبكستان خلال شهر واحد ما يصعب المهمه على اي مدرب جديد هذا عن منتخب لبنان وقبل الانطلاق الانتقال لبطوله الدوري كان فريق الصداقه عم يتوج بطل لكره الصالات الفوتسال ومن دون اي معاناه على حساب بروس كافي سلسله نهائي بطوله لبنان بكره الصالات كان عم يحسمها فريق الصداقه بسهوله 3-0 على حساب بروس كافيه الصداقة اللي توج باللقب للمرة الثانية كان عم يفوز بالمباراة الأولى 2-1 وكرر انتصاره بالمباراة الثانية 4-3 ليتقدم بالسلسلة 2-0 الفريقين تواجهوا بالمباراة الثالثة بقاعة حاتم عاشور واستطاع الصداقة حسم الأمور بعد انتصاره برباعية سجل كل من ياسر سلمان ربيع أبو شعيا إدمون شحادة وطوني دومت فوز الصداقه بهالبطوله كان متوقع كونه بيملك نخبه من ابرز اللاعبين الدوليين هالفريق رح يمثل لبنان بالتصفيات الاسيويه يلي رح تقام بنيسان المقبل والمؤهله لبطوله الانديه الاسيويه تاني شفنا كثير لاعبين جداد آه ورح يستفيد منهم المنتخب ان كان من عندي اما من غير فرق كثير لاعبين ان كثير مواهب وبينشغل عليهم وهيدي صحيه يعني اليوم معدل الاعمار الفرق صارت كثير صغير بالاضافه للاعبين الخبره اللي ما في غنى عنهم يعني اللحظه اللي حسيتها السنه الماضيه انا عم بخسر البطوله يمكن اجمل بكثير من اللحظه اللي هلا حسيت انا عم بربح البطوله بس صراحه إحنا هدفنا كان واحد من اول الدوره انه لازم نخلص البطوله ونتحضر لاسيا لانه الثالث اسيا اللي عملناه قبل بسنتين لازم نرجع نعمله هلا هيدي السنه كنا عارفين شوي انه المنافسه فيها مش مثل هذيك السنه بس نحن كنا عم نتحضر بصوره انه مثل ما لازم وكنا عم ناخدها مرحله مرحله واخر شيء وصلنا لهون الحمد لله يعني احنا دورنا بالبطوله انه حققنا انه لازم ناخذ البطوله 3-0 بالنص النهائي والنهائي كمان 3-0 احنا هذا اللي كنا عم ندرسه وحققناه الحمد لله وان شاء الله هلا كمان بنلعب لاسيا هيدا كان بطولة كرة الصالات إلى بطولة لبنان وعلى ملعب الصفا، مباراة مثيرة كانت عم تجمع شباب الساحل مع التضامن صور، مباراة شهدت جدل تحكيمي واستطاع الساحل حسمها بفضل نجمه المتألق ديالو، مباراة قادة رضوان غندور عاونوا محمد رمال وحسن فحص. المباراة سهلة على الفريقين كل واحد منهم بده نقاطة كاملة لتحسين وضعه بالترتيب واللافت بهذا اللقاء الأخطاء التحكيمية اللي كادت تتأثر على نتيجته بالنهاية شباب الساحل غنم بثلاث نقاط قربته أكثر من فرق النخبة أما التضامن فوضعه مش كتير مريح ب 14 نقطة ميدانيا الشوط الأول شهد نوع من الحذر ببدايته تخلل فرص متساوية للفريقين أهم تسديدة حسن ظاهر اللي انتهت بين ايدين الحارس من بعد رأسية كريم تاج الدين مرت بجانب القائم الأيسر إلى أن نجح رجال محمود حمود بتسجيل هدف التقدم عبر هداف الفريق المتألق ديالو اللي استثمر ضربة حرة نفذها زميله جون بالدقيقة 21 سفير الجنوب بادر للهجوم سريعا وسجل هدف التعادل بواسطة مهاجمه يوسف عنبر بعد تمريرة من كونيه وهون اعتبر الجميع انه نتيجة هذا الشوط رايحة للتعادل لكن بالدقيقة الأخيرة محمد بلاوني أراح فريقه بعد ما خطف هدف التقدم من جديد بكرة رأسية ذكية إلى داخل المرمى الجنوبي لينتهي الشوط الأول بتقدم الساحل 2-1 بالشوط الثاني ما انتظر ابناء المدرب محمد الزهاري كثير لينتفضوا للهجوم وبالتالي اضاعه الفرص بالجمله بوجود حارس الساحل المتالق عيسى الدحويش اللي ابعد تسديده علي الحوراني من ضربة حره بالاضافه لكره سددها بلا الحاج وحولها الدحويش الى ركنيه ومن الكرة نجح كونابي إعادة المباراة إلى التعادل الثاني بعد ما تابع الكرة المرفوعة من الحوراني إلى داخل المرمى الساحلي بالدقيقة 59 ورغم أن الجنوبيين عم يلعبوا خارج أرضهم إلا أنهم واصلوا سيطرتهم بهذا الشوط عبر المهاجمين يوسف عنبر وكوني ولكن الدحويش والعارضة كانوا بالمرصاد وهون الكل اعتقد أنه التضامن أقرب للفوز المستحق لكن ديالو كعادته فاجأ الجميع وسجل هدف الفوز بالدقيقة 81 بكرة ذكية إلى داخل المرمى الجنوبي من بعدها حاول الخاسر يعادل النتيجة إلا أنه تعرض لضرب جديد بطرد لعبه ديديه بالدقيقة 89 لنيلو الإنذار الثاني لتنتهي المباراة بخسارة غير مستحقة لتضامن صور أمام شباب الساحل على ملعب امين عبد النور ببحمدون اقترب الاخاء الاهلي علي اكثر واكثر من انديه النخبه بفوزه الكبير على غيسينج ليتساوى مع الانصار وشباب الساحل ب 20 نقطه، مباراه كانت بقياده اندريه حداد، هادي كسار وعبد الله طالب. الفريق الخاسر كان الطرف الافضل بالشوط الاول وكان قادر انه يسجل باكثر من مناسبه لولا براعه الحارس ربيع الكاخي، اما الاخاء فنجح من اول فرصه انه يخطف هدف التقدم عبر لعبه البرازيلي الجديد دييغو اوليفييرا بالدقيقه الثامنه ليعود من بعده الفريق الضيف ويبادر للهجوم ويأكد انه منه خصم سهل خارج ارضه، لكن مجددا الحارس ربيع الكاخي بالمرصاد امام تسديد طارق حلوم بالدقيقه 19 وعدنان ملحم بعدها بثلاث دقائق. مرة جديدة الفريق الجبلي بفاجئ منافسه وبسجل هدف تعزيز النتيجة بالدقيقة 27 عبر السوري علاء بيضون بكرة ذكية حولها للمرمى الأزرق الفرصة الأخيرة بهذا الشوط كانت راسنجوية عبر رأسية حسن خاتون تابع الطريقة لخارج الملعب بالشوط التاني استمرت خطورة القلعة البيضاء واستمرت مع رعونة المهاجمين أمام المرمى من جهة وتألق الكاخي من جهة تانية وبالتالي النحس يلي لازم الفريق المتأخر من بداية المباراة كان معه حتى النهاية لبرازيل دييغو كاد إنه ينهي اللقاء بالدقيقة 77 إلا إنه فاجأ الحضور بإضاعته إنفرادية سهلة كما إنه تسديدة زميله محمد رمال تصدى لها الحارس حسن حسين بصعوبة لتكون الفرصة الثالثة ثابتة للأخاء فسجل منا حسين طحان الهدف الثالث الى المقص الايمن حاول من بعد راسينج تقليص الفارق لكن انفرادية محمد عبد الساتر أبعد الكاخي مجددا إلى ركنية بالدقيقة 87 والضرب الحرة يلي نفذها بور رستوم تابع الطريقة لخارج الميدان لتنتهي المباراة بفوز كبير للأخاء بعد البريك مين هو أحمد زري نجم منتخب لبنان والأجانب الجدد بأندية النخبة ثلاثة من أندية المقدمة أجرت تغييرات جذرية على بعض لاعبينا الأجانب سعيا لتحسين أداء مين هن هالأجانب ليش تم التعاقد معهم تقرير يلقي الضوء شكل توقف الدوري بعد انتهاء مرحلة الذهاب فرصة لأندية المقدمة لتعزيز صفوفها باللاعبين الأجانب بما أنه قانون الدوري بيمنع استقدام اللاعبين المحليين وبما انه اللاعب الاجنبي المميز اصبح عملة نادرة بلبنان لاسباب معروفة، حاولت الفرق المنافسة على اللقب اختيار الاجنبي القادر على صنع الفارق. حمل اللقب الصفا وقع اختياره على صانع الالعاب المصري عمرو سماكا يلي نال اعجاب المدرب العراقي اكرم سلمان. عملنا له برنامج ولكن يعني البرنامج ما ممكن تطلع فيه على طول لانه ما جاهز اساسا. ولما يكون حاضر فرديا اعتقد حيخدم نادي الصفا لانه هو امكانيته عنده مهاره جيد جدا، انا استفسرت من من المدرب ماله الاصلي محمد عمر اللي الان يدرب الوحدات واعطاني معلومات عنه جيده جدا ولكن قال لي ضروري جدا تتابعوه في سبيل ان يلتزم اكثر. لاعب الاهلي المصري السابق يلي بيبلغ من العمر 30 سنه بيأمل تقديم الاضافه لبطل لبنان. والله يعني انا عارف ان الكره النهائيه بتتطور والفتره اللي فاتت دي في تحسن يعني وان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى افضل من من كده ومن كل الدول العربيه ان شاء الله يعني ان شاء الله اكيد نحقق البطولات اللي هي المفروض النادي بينافس عليها الدوري ونقدم شكل كويس في بطوله اسيا ان شاء الله وصيف الموسم الماضي والحالي لهلا نادي النجمة استقدم المهاجم الجابوني أندو يلي يبدو أنه أقنع المدرب موسى حجاج بإمكانيته يمكن بنقصنا شوي عامل القوة عندنا اللاعبين بشكل عام بشكل عام 70% من اللاعبين اللي عندنا أجسامهم صغيرة ما عندهم القوة عندهم فنيات عالية لكن ما عندهم القوة البدنية فاعتمدنا وتم اختيارنا على أندو أندو بيتمتع بقوة بدنية بذكاء هدافي بقلب منطقة الجزاء حضرته أنا مع منتخب لبنان لما لعبوا هون طبعا ما سجل كان تحركه جيد وممتاز استلامه وتسليمه ونحن بهمنا اللاعب اللي بيجي يقدر يتجانس مع المجموعه، مع اداء المجموعه، مع طريقه لعب المجموعه وتم الخيار على اندو وان شاء الله بتمنى له التوفيق بمرحله الاياب وبيكون له دور فعال. كيف بتشوف اندو فزاني مع بعض؟ ثنائي ممتاز يعني لعبنا مباريتين تحضير وديتين واثناء اثناء التمرين الحصص التمرينيه او التدريبيه كان في تجانس عالي العهد يلي خاض مرحلة الذهاب بأجنبي وحيد هو المدافع أبو بكر ديالو استقدم لاعبين بأدوار هجومية بحتة العاجي جونيور والغاني فوفانا هالاختيار له تفسير عند المدرب باختيار فانلي استقدمنا لاعبين أجنبيين بمركز الهجوم لأني راضي تماما عن خطي الدفاع والوسط بالمقابل المهاجمين اللبنانيين عم بيكونوا دايما تحت الضغط ونأمل من لاعبينا الجدد أنه يكونوا الحل لهالمشاكل الهجومية أما الأنصار ففضل الاحتفاظ بأجان بوراموس ومارسيلو وويسدوم من دون إجراء أي تعديلات أه طبعا تعرف أنت يعني لو كان عندنا مشكلة مع أي أجنبي كنا استغنينا عنه بس أنا بفضل أنه يضلوا الثلاثة لانه طلعت بمرحله الذهاب كان وضعهم جيد وقبلوا البلاء الحسن للفريق وان شاء الله بمرحله الاياب بيكون وضعهم افضل هذا السبب الرئيسي من الواضح انه الانديه المنافسه استحضرت اجانب بادوار هجوميه ومن المفترض انه مرحله الاياب تشهد عدد اكبر من الاهداف على امل تواجد المتعه الكرويه لتكون الكره اللبنانيه المستفيد الاكبر جمال طه من الواضح انه مشكله الانصار مش بلاعبين اجانب واضح انه مشكلة الانصار أكيد. الاساسية مالية اكيد اكيد رواتب صح. لم تدفع من شهرين ونصف مع رواتب قديمة كمان صحيح. غير مدفوعة شو الوضع؟ ما بدي احكي عن مباراة امبارح تركها لبعد شوي، خلينا نحكي بالمشكلة الاكبر اللي واضح انها عم تتفاعل من اربع سنين بتغيب بترجع بتغيب بترجع اليوم كبرت كبرت وانفجرت آه، ما في شك انه اي نادي بده ينافس على اي بطولة بده يكون عنده هذا الاستقرار المادي اللي نحن يمكن لنا فاقدينه اربع سنين طبعا من اربع سنين عم نعاني أه عم تنوجد الحلول بس ما عم تنوجد الحلول بالاوقات المناسبه انت بتعرف لما بدي يجي المال بوقت غير مناسب ما بفيد خلاص بكون اللي تضرر تضرر أه للاسف نحن من بدايه الدوري او بدايه هذا الموسم فتنا بازمه ماليه كبيره يعني أه اذا برجع لماتش السوبر اذا بتتذكر فزنا على الصفا 1-0 ماتش السوبر السوبر بيطلع كابتن نصر الجمال بيعمل تصريح انه هول لعيبه ما بهمهم مصاري هول رجال رغم انه ما عم يقبضوا معاشات ثاني يوم اعضاء من مجلس الاداره زعلوا منه كيف يحكي هيك عم يحكي الواقع انه لعيبه عم تلعب بدون معاشات من دون مصاريف عم تلعب وعم تعمل نتائج بهذا الوضع ما بقى فينا نرقعه يعني ما بقى فيه يترقع من قبل اشخاص من الاداره لانه خلص حل الموضوع حينفجر واللي شفته امبارح خير دليل يعني ما في شكل فريق ما في آه ما في ما وين يعني ما هيدا نادي الانصار في ناس في ناس كثير بتعبوا لوصلوا نادي الانصار لهون للاسف المجموعه اللي عم تشتغل هلا مجموعه الاداره اللي عم تشتغل هلا عم تدمر كل شيء ما عندها امكانيات ماديه ما فينا نكمل بالنادي بهالطريقه هذا نادي عريق نادي له اسمه اذا بدك تحكي ارقام افضل ارقام بين كل الانديه ما عم نقدر ما عم نقدر نامن للاعبينه لحتى يقدروا يجوا على التمرين ويلعبوا ويتمرنوا جمال قلت قلت عباره خطيره بمعناها وبابعادها قلت انه الاداره الحاليه عم تدمر ما مضى. اكيد. أه بدي استوضح منك ليش كيف لانها مش عم تقدر تامن تمويل لانه في سوء اداره علما انه انت واحد من هالاداره. طبيعي طبيعي ليك بدي اقول لك شغله أه بلشنا هيدي المجموعه الجديده الشاب اللي بلشت بلشت بال بال 2002 بعد 2003 بلشنا الشغل كان الوضع المادي جيد كان في نوعا ما في ثبات. بتعرف انت انا كفني مطلوب اعمل مثل طريقه شغل ان كان مع المدربين ان كان مع الفئات العمريه ان كان مع المدربين الفئات العمريه تحسين وضعهم ان كان مع استخدام لاعبين صغار السن لحتى نطور النادي ونطور الفريق هيدا كلياته بده متابعه اداريه معك تكون معك ماشي اول باول وتكون عم تدعمك وخاصه شغل الاداره هو شغل انه كيف تجيب وتضخ اموال وتقدر تدير الامور بشكل جيد في عندي مشكله هون بحلها في عندي مشكله هون بحلها في عندي مشكله هون بحلها وصلنا لمرحله نحن من 2008 كل سنه عندنا تلات اربع لعيبه عم يفلوا فادي غصن احمد الشوم نبيل بعلبك يا عالم تيري كله لانه في مشكله ماديه بيقولوا لي كابتن ما فينا نكمل من فل عم تبني من مال وعم ينهد من مال تاني الاداره ما بقى عندها امكانيه انه تقدر تامن المطلوب لنادي ينافس على بطوله مش ما يعني مرفوض انه نادي الانصار من ال من خمس سنين ما عمل بطل لبنان بغض النظر عن اي شيء لانه هذا كله له ثمنه بدك تدفع مصاري بدك تامن متطلبات لعيبتك بدك تامن هذا كله منه موجود علشان هيك اللي عم بقوله انه الاداره ما عم تقدر تلبي طلبات النادي من اربع سنين لهلا يعني باي اداره مع انه العناوين اللامعه اللي اجت فيها هيدي الاداره كانت كثير انه استاذ حسن فشلت بكل يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها المشكلة انه انا واكس واي زد بنحب بعض بس بالاخر في مصلحه نادي انا بحبهم كلهم كل واحد عنده صفه منيحه بس في مشكله في فشل بالاخر وصلنا لمرحله الانصار عم يعمل بطولات لا شيء السنة الماضية عندنا مشكلة يعني بعطيك مثلا احنا السنة الماضية إذا الفريق بيربح ماتش بالدوري بيأخذ خمسين ألف ليرة ماتش بخمسين ألف ليرة اسأل كل الأندية قد عم تعطي اللي أقل منا مستوى على سيرة الخمسين ألف وعذرا يعني مع احترامي لقيمة كل اللاعبين الإنسانية قبل أي قيمة تانية أمنتوا ال ألف اللي وعدتوهم فيها؟ يعني مطلوب هلا حسن يكون على الطريق لحتى يأمنهم آه عن جد يعني مؤسف إنه اليوم لاعبين نادي كبير مثل الانصار بازمه لدرجه انه مئة الف ليره لكل لاعب مش عم يقدروا يامنوا لحتى يمشي حاله يومين ثلاثه ليك بدي اقول شغله انا وكلمه حق بتنقال صدقني اقدم لعيبه عندنا مع احترامي لكل اللاعبين لعيبه انا برفع لهم القبعه بحييهم لانه رغم كل الظروف عم يجوا رغم كل المعاناه عم يجوا رغم انه هن عم ينضروا هن واهاليهم ما عم دربين عم يجوا على التمرين وعم يحاولوا يقدموا اللي لازم يقدموه بس للاسف ما في مين عم يقدر يساعدهم كان في اجتماع قريب جدا للاداره مع اللاعبين صحيح نهار و... السبت بعتقد وبقدر اقول انه اداره النادي ما قدرت تواجه اللاعبين جمال أه لك ما قدرتوا تواجهوهم ليك انا انا بحكيك صراحه انا شفت سقوط النادي من من هذا الاجتماع اول مره بحياتي بدي اقولها على الهواء لانه انا لازم اقول على الهواء لانه حتى الجمهور يعرف شو عم بيصير بالنادي. أول مرة بحياتي بشوف لاعبين عم يهنوا إداريين وإداريين مش قادرين يحكوا. هيدي أول مرة أنا يعني حزة بقلبي بتضايق لأنه أنا بعرف نادي الأنصار، بعرف إدارة نادي الأنصار، بعرف إنه كان في جبال بإدارة نادي الأنصار. أول مرة بشوف إدارة ولاعبين واللاعبين عم يهاجموا الإدارة والإدارة مربطة مش قادرة تعمل شيء ولا تاخذ ما قدرانة تاخذ قرار. كل القرار اللي أخذناه إنه قدرنا لنا خمس 5 6000 دولار اليوم. قدر قدر شخص من الاداره املنا 5 6000 لحتى من هذا او 5 6000 لحتى نقدر نعطي اللاعب 100000 100 دولار لحتى يقدر يجي يومين ثلاثه على التمرين يعني برجع بقول لك هيدا نادي الانصار نادي الانجازات بلبنان جمال حط ايدك على الجرح وين المشكله بالاداره في مشكله بمكان محدد ولا انا بقول لك بالاشخاص انا بقول لك مشكلتنا بنادي باداره نادي الانصار انه هن اصغر كثير من نادي الانصار هيدي المشكله نادي الانصار كان في جبال سليم باك جميل الدعو الله يرحمه ابو فاروق عدنان الشرقي نبيل سنو كان في جبال جمال ما بتخاف انه كلامك هلا يعمل شرخ كبير بالنادي؟ ليك بدي اقول لك شغله ناوي تفل بعد المقابله انا ناوي فل انا اخذت قرار <applause> انه فل ليك بدي اقول لك شغله انا اكثر انسان بنضغط او انضغطت هالاربع سنين يمكن الناس ما بتعرف انا الشخص الوحيد اللي باغلبيه الايام اجي لحالي انا و10 15 لعيب نتمرن ونجي على الماتش نهار لحد في ناس ما بتعرف ما بتعرف هذا الشيء انا مستعد اذا الامور هيدي ممكن تلاقي إن قالها حل نادي الاثار تكون انا انا الضحيه ما عندي مشكله ابدا لانه هذا انا النادي ربيت فيه شفت العز فيه شفت الايام الحلوه والمره فيه هلا عم شوف النادي رايح للزوال اذا استغ... انا ما حكيت ما حدا حيحكي بدي استغل صراحتك جمال وانا بعرف انك رح تبقى هيك أم... آه، هذا النادي محسوب بالسياسي وهذا بلدنا وهذا شيء طبيعي على تيار المستقبل صحيح آه، ورئيس سعد الحريري مش عم بيقصر مع نادي النجمه صار في دروب بمطرح تم علاجه ونادي النجمه ماشي بشكل كويس وين رئيس سعد الحريري من نادي الانصار؟ لك رئيس سعد الحريري من نادي الانصار اكيد ما في شيء ما في دعم آه هذا الدعم اللي هو كان بوقت من الأوقات يعني عم بحكي بأربع آه سنين خمس سنين لورا كان موجود وبعض الأحيان من سنتين كان يمر شهر شهرين ليش وقف؟ آه وقف لأنه يعني أنا بقول في مشكلة عنده وفي مشكلة عندنا يعني في مشكلة بالتعاطي في مشكلة بالتعاطي بين إدارتنا وبين الأشخاص اللي هن مسؤولين عنده لحتى اللي هن مخولين أنه يمولوا النادي في مشكلة في مشكله بمكان انه في اطب مخفيه نحن نتحمل الجزء الاكبر منها اليوم رئيس النادي اليوم رئيس النادي هو كريم سليم الدياب صحيح والمشكله عم نحكي انه فيش تمويل من رئيس سعد الحريري يعني عذرا للتعبير بس هل هناك مشكله بين هالعنوانين هال اللي عم نحكي عنهم لك رئيس سعد الحريري وكريم سليم الدياب انا ما بحس انه هيدي المشكله مشكله مشكله منا مشكله شخصيه لحتى تكون يعني سبب عدم التمويل للنادي طبعا آه، تيار المستقبل والشيخ سعد عندهم مشاكلهم الماديه اللي كل العالم تحكي فيها معروفه بس المشكله انه نحن كاداره بس المشكله انه مش تاركين نادي النجمه ومش تاركين نادي الرياضي طبيعي حال لانه نادي النجمه اداره نادي النجمه واداره النادي الرياضي عارفه كيف تتصرف امم نحن المشكله انه عندنا ادارتنا مبين انه مش عارفه كيف تتصرف مع هذا الموضوع ليه؟ لانه نحن قلنا متروكين اربع خمس سنين ومش هيك الوجع عم يوصل للكل عم يوصل وجعنا للكل واكيد عم يوصل للتيار ولغيرهم وللاشخاص اللي هن آه يعني كانوا حاضنين نادي الانصار وما عم يعملوا شيء معناته في مشكله لازم تنحل وهيدي المشكله انا برايي بتحلها الاداره بقرار جريء ممكن تاخده تحل هذا الموضوع كلياته لانه بالاخر في كرامات ناس لاعبين ومدربين آه وصلت لمرحله قبل ما نرجع للمباريات وبنتابع معك بكل وضوح شو هو القرار الجريء اللي ممكن تنتظره جمال من مجلس إدارة نادى الإنصار وأنت أحد أعضاء هذا المجلس طيب بكل بساطة يفلوا على البيت لازم نفل على البيت ليه ما قدمت استقالتك؟ أنا أوريدي أنت أول وأنا بعرف خليني أقول إيه. لك شغلة أنا من الأشخاص اللي طلب مني أقدم استقالتي ما قدمت استقالتي وما بيجي من وقت المشكلة ما بيجي على اجتماعي مجلس لك إدارة لك شهر مش طيب عم أكثر شهرين ثلاثة أشهر وقت مشكلة بلال الأستاذ بلال فراج ما بيجي على الاجتماع وما حدا بيسالني لتشوف وين الضياع الاداري انا طلبت كرئيس من النادي طلبت منك الاستقاله وانت ما استقلت ما تراجعتك انا شوف وين نحن ضايعين بما معناه ما في هيكليه اداريه في اشخاص عم يشتغلوا هيك بال رح نفوت بتفاصيل اكثر مع انه اللي انقال يمكن صعب ينقال اكبر من هيك عن نادي عريق وعظيم مثل نادي الانصار على ملعب صيدا كان العهد عم يثأر من الشباب الغازيه بعد مباراه من طرف واحد قاضى علي رضا ربيع ميرات وعلي سرحال بلقاء كان محط انظار المتابعين ثأر العهد من مضيف الشباب الغازيه بفوز كبير 4-1 بعد ما سبق وفاز ابناء الغازيه بمباراه الذهاب 5-4 العهد حقق فوز مقنع وقدم اداء ممتع وسهل على مدار الشوطين واستطاع حسم اللقاء بالشوط الاول بعد ما سجل خلاله الاهداف الاربعه اللافت انه جميع اللاعبين العهد كانوا بمستوى كبير خاصة عباس عطوي اونيجا يلي افتتح التسجيل ومرر كرة الهدف الثاني للمتألق الاخر حسين عوضة قبل ما يعزز محمد ابو عتيق النتيجة باحراز الهدف الثالث بعد عرضية احمد زراق يلي عاد وسجل الهدف الرابع من تسديدته اليسارية على يسار الحارس المستوى يلي ظهر فيه العهد بأكد قدرته على الذهاب بعيدا بالمنافسة على اللقب، خاصة بحال تأقلب أجانبه أكثر وأكثر بالمراحل المقبلة، أما الغزية فبرز منه عماد غدار يلي حاول من دون جدوى واكتفى بهدف شرفي سجله هيثم حلا المباريات المقبلة رح تحكم على مستوى العهد وقدرته على مقارعة الكبار، بينما لم يظهر أي تأثير للاعبين القديمين من فنزويلا عند الغزية وبيبقى الحكم على مستواهم صعب من المباراة الأولى. بنبقى مع الغازي والعهد اولا مع الغازي يلي عين محمود طحان كمساعد للمدرب محمود كنا نشوفه لاعب طبعا رح يشكل اضافي لهالفريق وبنبقى مع اجواء العهد ونجم متالق مع هالفريق انما بنسبه اقل تالقا ووهجا مع المنتخب نتمنى ان ترجع لمستواها الطبيعي احمد زريق. التحقت من العهد بال2004 2005 كنا نلعب بالحي مثل ما كل اللعيبه بالدوري اللبناني بتلعب حتى مش بس بالدوري اللبناني بالعالم يعني اذا بتلاقي افضل لاعيبة بتلاقيني بيلعبوا بالاحياء يعني من 2004 2005 بلشت بنادي العهد بشوف. اول نادي لعبت العهد؟ ايه اول نادي كان لي نادي العهد، كان لي تجربه قبل مع نادي الحكمه ايه في كنت انا ومعتوق وعلي بزه أه ورجعت انا التحقت بنادي العهد 2004 2005 وشاركت معه بكل فئات اشبال ناشئين شباب اعمال واول سنه كانت إلي اخذنا احرزنا اربع بطولات يعني كانت كثير منيحه لإلي وبلشت شارك بال 2006 2007 بتمارين الفريق الاول وبال 2008 كنت يعني من ضمن الفريق الاول وبلشت اخذ فرصتي و 2009 كانت اول فرصه لإلي ومشيت فيها يعني كنت العب منتخب اشبال من وقت كنت العب كمان بنادي العهد اشبال يعني كل مرحله لعبتها بنادي العهد بالاشبال كنت كمان باشبال المنتخب يعني كان ايام الكابتن فؤاد سعد بجر تحيه وكل سنه يعني بتعرف انت هي كعمر يعني كل سنه بتزيد عندي كنت انتقل لمنتخب معين يعني بس منتخب اولمبي ما شاركت فيه كونه كنت بريت لبنان يعني يعني انا وقت اللي سافرت سافرت مع اهلي لهونيك لانه حسيت هون انه الفوتبول ما بيامن لي حياتي يعني يعني معاشات قليله وفي يعني الواحد بده يامن حاله بالنهايه يعني قد ما كفي بالفوتبول بعتقد وصلت لمرحله يعني انا والشباب اللي كانوا معي بالمنتخب وصلنا لمرحله انه انه مهمه يعني بتاريخ الفوتبول اللبناني ولعبنا تصفيات كاس عالم بشكل كتير جيد وتاهلنا على الدور الثاني يمكن قد ما ارجع العب يمكن ما ارجع اوصل للي وصلت له، اذا كان مدربك او الفريق بحاجه انه تلعب بغير مركزك يمكن لازم تضحي اوقات، بعتبر انا انه طلعت فيه انا ضحيت وطلعت فيه انا ما عندي مشكل انا، انه لازم اركز هلا بتصفيات كاس اسيا، هذا اللي كثير مهم بالنسبه لنا، ومجموعتنا يعني منتخبات لعبنا ضدهم نحن وفزنا عليهم يعني. فان شاء الله بنقدر يعني نحقق اللي حققناه قبل ونتأهل على كاس هو هدفنا هلا يعني موني بيسال يكون قبل ما انا اكون يعني انا هيدا بيسالوني انه يعني ليه موني منه بالمنتخب شيء هو هلا موني من ناحيه الفوتبول ما فيك تعلق عليه بالمره يعني من افضل لعيبه بلبنان ايه دائما يعني انا كان يجيني اتصالات من دول الخليج وحتى في من برا يعني بس ما دائما في شيء جدي فما كفي بالموضوع يعني بتعرف اذا ما في عرض او ما في فريق هو عم يحكيك ما فيك تفوت بهيك شغلات يعني انه والله حيلا واحد يدق لك <applause> ايه هذا عرض الفريق اليوناني <applause> ايه صحيح نفس الفريق جدد عقده جددوا له العقد انه روح لعندهم وهو بترتيب يعني بترتيب الثالث بالدوري اليوناني وبين اول اربع بيلعب باليوروب ليج يعني بتعرف هذا الشيء كتير مهم يعني علي الاتات، مصطفى حلاق، يعني في كثير شباب انا صاحبي مع الكل يعني بس يعني اللي في ظهرات انا وياهم كونه ظروف عائليه يعني انه هن في منهم خاطبين وانا كمان متجوز دائما بضل في ظهرات بس بحس دائما اكثر واحد مع اني ما بلتقي انا وياه كثير يعني بس في يعني كثير قرب انا وياه هيثم يعني وهو الرقم واحد دائما الجمهور يعني من احمد زريق اللاعب المميز نعود الى جمال طه وازمه نادي الانصار ازمه كلمه كبيره بس هي الحقيقه اكيد هل تحمل رئيس النادي المسؤوليه بحمل رئيس النادي والاداره اشخاص اللي يعني ال11 بتحمل المسؤوليه رئيس النادي واللي لانه هو رئيس النادي والهرم. الهرم الهرم النادي راس الهرم رئيس النادي هو ابن سليم دياب اللي له يعني ايادي بيضاء سنوات صحيح. طويله على شك. نادي الانصار هل تعتقد انه تغير اسلوب اداره النادي بين الاب وابنه ما في شك هل هذه احد احد طبيعه الحال طبيعه الحال طبيعه الحال تغير تغير 380 درجه لانه انا معاشر معاشر الاداره القديمه رئيس القديم والإدارة القديم ورئيس جديد والإدارة الجديدة مع عشر اثنين تغيرت 380 درجة وهذا سبب من أسباب بداية فشلنا بداية بلشنا نفشل لأعطيك لأعطيك مثل بالأول كان في رئيس نادي ما بيتعاطى بالأمور بدير الامور من بعيد لبعيد ما بيتعاطى بالامور اللي هي بيأمن متطلبات النادي بيأمن متطلبات النادي الماديه ما في شك هيدي لانه انا عشت كلياتها من ال85 لل2000 ألفين 2002 مشاكلنا ما كان في مشاكل كانت المشاكل تنحل كان اللعيب يبلش عمره 17 سنه همه الوحيد يلعب فوتبول بعد سنتين ثلاثه يصير عنده هموم شغل وما شغل معاش دعم من هون كان كله يتامن الوضع اللي نحن فيه هلا حاليا تغير اجت اداره شابه بدها تحاول تغير بالفوتبول هذا يعني الاشخاص اللي بيتعاطوا فوتبول فوتبول ما فيك تتفلسف عليه اذا بتتفلسف عليه بتصير تحت الارض فوتبول في واحد اثنين ثلاثة اربعة في خطوات بدك تمشي عليهم بلشنا نمشي بهذه الخطوات بلشنا صرنا بدنا نغير المفهوم بدك تلعب بهالطريقه مطلوب تلعب بهالطريقه انه لازم تلعب بهالطريقه اذا بدك تغير بدك تفشل بتذكر انا اول بدايتي معهم كانوا يقولوا له يا أخي هذا سميناه الحج لا لانه كل شيء بدنا نعم نقول لا انا بقول لا لانه انا بعرف لانه انا اللي 30 سنه 35 سنه بالشغل بعرف شو الشغل بعرف الاداري كيف لازم يكون بعرف الاداري كيف لازم يتعامل مع اللعيب وهيدي المشكله الكبيره بعرف انا الحج عدنان كيف كان يتعامل ابو رياض كيف الباك كيف كان يتعامل معنا كلعيبه كان الباك لما يجي الباك ما تسمع ما تسمع ممنوع تحكي شو الباك اجى تغيرت كلياتها ما بقى الامور مثل ما هي صرت عم تشوف انه ما بقى هذا نادي الانصار من خمس سنين اول ما بلشت يعني اول ما بلشت انا وبدي احط علامات استفهام انا طول عمري ما اطلع اي اذاعه ان احنا بس هلا بدي احكي لانه اغلب أكتر يعني اكثر شخص عم ينضرب بهذا الموضوع هو انا اول ما بلشت انا بلشت من اللي انتهيت منه مع الحج عدنان والمجموعه تاعته نظام ترتيب ديسبلين احترام كله بلشنا وحده وحده مع الوقت صرت عم بفقدهم انا المفقود هالاشياء الاساسيه اللي انت هي اساس الفريق يعني بعطيك مثل انا لعيب كان عندي من اربع سنين اذا بسب خصم اذا بتاخر دقيقه خصم اذا كلسات غير كلسات خصم تصور لوين ايش يعني لعيب بيوصل اوقات لعيب صالح زير كان يوصل ألف دولار خصم بالشهر هلا ما قدران بيجي اللعيب يعني سوري عندي بالفريق الاول يمكن باصين ما بيعرف يلعب بغيب اربع ايام ما في كلهم فقد كله راح جمال بدي اسالك بصراحه آه يمكن صاروا اربع مرات بالحلقه او ثلاثه تاخذ الحج عدنان الشرقي مثل وانت لك فتره على جفا معه اكيد مش شيء مستغرب هو استاذك و, بوع... و... ليك بدي لك شغله هو إستاذك ليش؟ وبعد شو... لا لا في اختلاف وجهات نظر وفي مشكله كبيره ممكن وفي سوء تفاهم بس ما فيك آه يعني ما فيك تنكر الماضي ما فيك تنكره م. استاذي ايه استاذي وبتشرف انه استاذي آه وانا مشيت بكثير اشياء آه كنت امشي مثله بقلب النادي ونجحت لفترات اول فتره مع عدنان حمد ولحالي نجحت كتير بس بالاخر عدنان الشرق اللي نجحه الحج عدنان الشرق اللي نجحه انه كلمته ما كانت تصير اثنين بالنادي ما يجي حدا يتفلسف عليه بصير يعطيه وجهه نظر كيف بيعملوا بالارمن بمانشستر مين عم يتفلسف؟ نتفلسف على الفوتبول، نحن عنا اداره بدها اداره نادي الانصار بدها تتفلسف على الفوتبول شو اكثر من مشكله طبيعه الحال صرت عم تحكي عن اداره مش عم تقدر تامن تمويل طبيعي اداره مش عم تعرف تتعاطى اداريا مع مع اللاعبين النادي مع, مع اللاعبين النادي هي ثالث مشكله طبيعي. هلا عم تقول عم يتفلسفوا كرويا عم ب بي يعني بيعطوا كره القدم معاني واشكال مش هي حقيقيه لا لا قصدي يعني قصدي بتفلسف اعطيك مثلا على الماضي كان الحج يقول مثلا هيدا الفنجان لونه ابيض الحج يقول لهم اسود مزبوط اسود خلص كل بده يمشي اسود هيدا سر نجاحه وقال فيرجسون قال مرة قالوا له شو شو سر نجاحك مدرب مانشستر قال لهم طول ما رئيس النادي والإدارة شو اللي بعمله أنا بقولوا عنه صح وبيمشوا معي وبيدعموني حتى لو غلطت ببعض الأحيان أنا بنجح نحن بصلنا بصلنا لمرحلة تقول لهم يا جماعة هذا الطريق اللي رايحين فيه غلط شو تفهمك أنت لا هذا الأسلوب الجديد اللي بتب... ما بتزبط نحن عم نخترع فوتبول من أول وجديد وبرجع بقول لك اللي وصلنا له لهون إنه ما بقى فيه بين الإدارة واللعيبة وبين اللعيبة والإدارة هو هذا الأهم طبعا نتابع مع جمال طه بانتظار انه يكون عندنا بعد شوي لينك سياسي من الرابيه على ملعب صيدا كان الصفعه والمتصدر والبطل طبعا عم يستعين بالخبره والاجانب ليتمكن وبصعوبه شديده من تجاوز السلام سور بهدفين لهدف مباراه قاده علي صباغ سامر بدر وعلي المقداد طبعا المباراة كانت عم تبتدي بسرعة بهدف بالدقيقة الثالثة للنيجيري سامويل اوتشي بعد كرة مرتدة من منطقة الخصم انطلق فيها من منطقة من منطقة الصفا لا منطقة الخصم مثل ما قلت ونجح بالتسجيل من مجهود فردي هدف مبكر للصفا كاد انه يعطي انطباع انه الصفا رايح على نتيجة كبيرة من بعدها وللمرة الثالثة هالموسم محمد حيدر يهدر ركلة جزاء بعد ما ارتدت كرته من القائم بالشوط الثاني بيجي هدف التعادل للسلام عبر لاعبه الأجنبي الجديد العاجي بامبا الصفا وبعشر لاعبين بعد طرد حمزة سلامي عم ينجح بتسجيل هدف الفوز من كرة ثابتة بواسطة المغربي طارق العمراتي يعني الاجانب هن اللي سجلوا وقبل نهايه اللقاء بدقائق علي السعدي كان عم بصيب العارضه لينتهي اللقاء بفوز غير مقنع وصعب للسفر وعلى ملعب ترابلوس البلدي انتصار كبير للنجمة على الاجتماعي اللي كان خصم صعب جدا مشكلته كانت مثل العادي افتئاده لللمسة الأخيرة مباراة قادة سامر قاسم عاونوا حسين عيسى وبلال زين عندما منقول جمهور بالملاعب اللبنانية هالموسم الأنظار بتتجه دغري للنجمة والاجتماعي هالفريقين التقوا بملعب طرابلس البلدي بحضور اعتيادي لجمهور الاجتماعي وبعض الجمهور النجموي رغم قرار المنع النجم استطاع تحقيق فوز متوقع خاصة أنه بالأرقام اللقاء جمع ثاني أفضل فريق هالموسم مع ثاني أضعف فريق والغلبة كانت للأقوى بنتيجة 4-1 عودة النجم حسن المحمد كانت مفيدة لفريقه واستطاع افتتاح التسجيل برأسية سكنت شباك أحمد قرحاني السيطرة النجموية استمرت واستطاع حسن محمد تمرير كرة ذكية لمحمد جعفر يلي وضع الكرة بالشباك الشمالية مجددا ليؤكد سيطرة فريقه على المجريات الفريق البيروتي ضرب للمرة الثالثة بهالشوط وهالمرة عبر تسديدة عباس عطوة لينتهي النصف الأول من اللقاء بنتيجة كبيرة للضيوف 3-0 بالشوط الثاني حاول أصحاب الأرض العودة للأجواء فاستطاع هشام نابلسي تقليص الفارق لتستمر محاولات الاجتماعي يلي كان عم يوصل للمرمى النجماوي لكن مشكلته بمرحلة الذهاب وهي عدم ترجمة الفرص استمرت وطبعا يلي بضيع الفرص أمام النجمة بده يتلقى أهداف وهذا الأمر يلي فعله محمد جعفر يلي سجل هدفه الشخص الثاني بطريقة مميزة وذكية لتنتهي المباراة بفوز مستحق للوصيف وخسارة جديدة للاجتماعي مع تحية للجمهور الكبير يلي كان عم يتواجد بملعب طرابلس البلدي من النجمة والاجتماع بننتقل لابراهيم بحسون لاعب النجمة يلي انتقل للعراق يوم الثلاثاء الماضي وباشر تمارينه خلال الاسبوع مع فريق الزوراء العريق. ابراهيم خاض الشوط الثاني من مباراة ودية جمعت فريقي الزوراء وكربلاء انتهت بفوز فريقه بهدف من دون مقابل وكان من صناعته. ابراهيم وفق معلوماتنا رح يناقش مع اداره الزوراء خلال اليومين المقبلين اليوم وبكره تفاصيل العقد قبل توقيعه علما انه المدرب رادي شنيشي وهو لاعب عراقي شهير سابق يمكن جمال واجهته انت بالماضي آه راضي تماما على ما يبدو عن اللاعب اللبناني. على ملعب بيروت البلدي سقوط مدوى عرضا ونتيجه للانصار يلي دفع ثمن جمله مشاكل فنيه واداريه وماليه عم نحكي عنها نحن وجمال طه امام طرابلس يلي قدم بالمقابل اداء راقي متوازن واستحق الفوز عن جدارة اللقاء كان بقيادة محمد درويش زياد براء عدنان عبد الله وهذا الطاقم كان يستحق الإشادة فعلا فوز مستحق حقق طرابلس على مضيف الانصار بثلاث اهداف مقابل هدفين بلقاء استضافه ملعب بيروت البلدي الخسارة أبعدت الأنصار عن المنافسة فأصبح الفارق بينه وبين المتصدر الصفا عشر نقاط كاملة ويبدو أن الأزمة المالية يلي عم يمر فيها أثرت بشكل أو بآخر على أداء الفريق من دون ما ننتقص من قيمة وأداء طرابلس يلي استحق الفوز عن جدارة بالمباراة الأولى لمدرب السوري هيثم جطل وبعد ما افتتح الانصار النتيجه بهدف اكثر من رائع لمحمود كوجوك عاد للوافد الجديد السوري المتالق عبد الرحمن عكاري النتيجه براسيه مستغلا عرضيه المتالق الاخر البرازيلي مارسيلو الثنائي مارسيلو عكاري ضرب مجددا دفاعات الانصار بعد ما سجل مارسيلو هدف التقدم من زاويه بغايه الصعوبه مستغلا تمريره عكاري وهالثنائي ظهر مجددا وتلاعب كما شاء بالدفاع الاخضر عبر عده محاولات وبإحدى الهجمات الشمالية وبتمريرة سحرية من عكاري سجل مارسيلو الهدف الثالث بحرفنة قبل ما يقلص من النتيجة باللحظات الأخيرة من دون ما يمنع الفريق الشمالي من تحقيق فوز رفعهم عند المركز الثامن برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد الأنصار عند النقطة العشرين بالمركز الرابع لا تفتح الخسارة الثانية هالموسم نقاش من الصعب إغلاقه إلا بمعالجة جذرية للمشاكل يلي عم يمر فيها الفريق يلي بينتظروا الاستحيان. اسيوي قريبا جمال استحقاق اسيوي اللي شفناه من الانصار امبارح غيابات في عدد كبير من الغيابات عندك وفي مشاكل ماديه كبيره هل هو سبب ما شاهدناه امس من الانصار فريق مفكك حقيقه غير موجودة على ارض الملعب أه هلا ما في شك انه تحت الهوا حكينا يمكن مباراه الانصار نجمي الواحد سفر بالكاس نوعا ما عومت النادي بشكل صح. عام ومن هون انطلقنا وكان لي كلام مع الاداره انه هذه الفرصه الفرصه ال20 25 يوم خلينا نرجع نقدر نشتغل اكثر فنيا وبدنيا وذهنيا يعني اللي هي اوريدي تامن متطلبات اللعيبه للاسف من بعد مباراه النجمه ما شفت حدا من الاداره يعني بحدود ال يوم ما حدا طلع علينا كنا عم نتمرن لحالنا من دون من دون مصروف من دون مصاري بين هلالين كنتوا عم تتمرنوا كاملين؟ أه بين و... هلالين انه اثنين ثلاثه يجي لعيب، اربع خميس ما يجي، غيب يومين يجي يوم، يعني حسب شو بيتوفر مع قد بيقدر ياخذ من امه من بيو مصاري لحتى يجي او ما فيك تحاسب حدا لانه انت ما فيك تحاسب حدا لانه بتحاسب حدا حتى كلهم على البيت. للاسف يعني وصلنا لمرحله قبل الدوري انه يا جماعه بلش حيبلش الدوري ونحن بدنيا خلاص ما في معنا ما عندنا ما في لعيبه. نهار الجمعه اللي هي مباراه اهم تمرينه عندنا قبل يومين من المباراه ما اجى فل الفريق اجوا الفريق عرفوا ما في مصرح حملوا حلوا فلوا على البيت تمرنا نهار السبت بعد الاجتماع بحدود ثلاث ارباع الساعه تمرين خفيف يعني الفريق ما كان عم يتمرن بدنيا صفر فنيا صفر وذهنيا منا بمود انه نحنا نروح ننافس على بطوله بوقت نحن ربحنا مباراه ضد النجم اللي هو غريمنا التقليدي وصلنا للمباراة الربع نهائي ضد التضامن السور اقل شيء لفت من الاداره انه شوف اللعيبه يا اخي الفريق عمل خلينا نرجع نوقف الفريق على اجريه وننطلق بمرحله الاياب بشكل كثير قوي بس للاسف اللعيبه كانوا بمال والاداره كانت بمال وكل واحد عم يغني علي جمال بصراحه بدي اسالك بعد احدى المباريات ما بذكر اذا كانت مباراه الكاس او قبلها كان في كلام انه وصلت الامور الى نقطه اللاعوده بينك وبين اداره الفريق رغم انك واحد من اعضائه وانه عندك رغبه تترك وانه عندهم رغبه انك تترك آه، شو تغير شو صار ليش بقيت آه، ليش مش عم تحضر اجتماعات النادي ليك هل الهوة صحيقة إلى هذا الحد بينك وبينهم أم أنه لا وصلت الأمور لحدة عند الكل ليك بدي أقول لك شغلة يمكن من بعد حادثة الأستاذ بلال فراج هي يمكن أنا الوحيد اللي بالنادي اللي كنت ضدها أنا عضو أو عضوان من إدارة نادي الأنصار كنت ضدها شفت أنه الإدارة متجهة بمحل آه يعني منه إجابة لنادي الانصار واحد اثنين انا من اكثر الناس اللي كنت بطلب من الاداره انه انا ما اكون قاعد بال... بال... بالاجتماعات لسببين هون يمكن هلا بحبوا يسمعوني شو بقول لانه لازم يعرفوا شو كنت بفكر بشوف الافكار اللي هي لا تليق بنادي مثل نادي الانصار افكار يعني تصورات ما لها علاقه بكره القدم بحس حالي دائما مضايق يعني دائما الصوت يطلع مني ومن احد احد اعضاء الاداره بمشكله معينه والسبب لانه انا بعرف وعندي خبره وهذا مجال شغلي وكمان نفس الشيء استاذ بلال بيعرف شخص بفيق الساعه 8 9 بيكون بمكتبه 8 بفل على البيت عم يشتغل فوتبول اتحاد وانصار ومشاكل ولعيبه صار عنده خبره صار في هذا الصدام بيننا وبين الاداره صدام 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 صدام, صدام. وهذا وصل للي نحن وصلنا بيني وبين الاداره انا اكيد لاول مره بقولها يمكن لاول مره بسمعها صارت علامه شو بسموها ساج ماركه مسجله باسم نادي الانصار انا ما بقى هيك ما بقى فيي اشتغل نادي الانصار بهالطريقه هيدي بيتي ايه كان عمري سبع سنين لما جيت على نادي الانصار بس انا اكثر شخص عم نضر من, من نادي الانصار وعم ضر نادي الانصار لازم نلاقي البديل كان عم نحكي اداره ولا فنيين لسبب انه اكثر اشخاص عم يضحوا هن الاشخاص اللي عم يديروا الدفه اللي هن على الارض اللي هن جمال طه بلال فراج طبعا بلال فراج له شهرين ثلاثه مالك حسون كابتن مالك كابتن علي فقيم دربين الفئات العمريه هول الاشخاص جمال اللي جمال في مثل شهير بيقول قل لمن يدعي في العلم معرفه حفظت شيئا وغابت عنك اشياء صحيح جمال طه عم يحيلنا هلا وانا بحترم تجربه جمال بتعرف نحن عشره عمر مع بعض بحترم تجربتك كلاعب كمدرب كاداري انما عم توحيلنا ويمكن هذا رايك انه انت وبلال والاكيب الفني فقط اللي بتعرفوا كل شيء والجهاز الاداري الباقي بنادي الانصار ما بيعرفوا شيء لا لا هل أنا هي هيك لا لا ولا لا هي أنه هي منها هيك هي ما مثل ما انت عم يعني ما مثل ما انت صراحه هيك بين لا لا حتى الشباب عم بيقولوا لي لا 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 لألك 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 شو الـ شو هيدا حتى كمان تكون الصوره اوضح أه كثير انا بقعد انا والاداره وبنحكي اكثر شخصين موجودين بالاداره او بالنادي هن جمال طه وبلال الفراج يعني الشخصين اللي بيشتغلوا بالنادي نحن شغلنا نادي الانصار المواضيع كلها بتكون عنا مشاكل اللعيبه عنا و... والامور كلياتها ان كان السلبيه والايجابيه بدها تيجي نحن انه هو مدير اداري وانا مدير فني دائما يعني نحن اللي بناخذ بناخذ الامور بنحاول نحلها الاداره الاداره اداره نادي الانصار اشخاص عندهم شغل عندهم شغلهم عندهم شغلهم الخاص، بيجوا باخر النهار بدهم يعرفوا شو النتيجة أو شو الأمور أو شو لازم نعمل. نحن أشخاص عم نشتغل بهذا الشغل، مش معناته هن ما بيعرفوا نحن بنعرف، بس نحن من ص... نحن من واجبنا نصلح لهم الأخطاء. المشكلة وين؟ إنه بما إنه هن إدارة ونحن نعتبر موظفين، أوقات كثير بصير هذا الكلاش، بصير هذا المشكلة، بصير هذا الصدام. مش معناته أنهم ما بيفهموا وأنا بفهم، بس دائماً يكون في صدامات لشخص عم بيتابع شغله. طبعا رح نتابع معك جمال طه بنروح للحالات التحكيميه بالاسبوع ال 13 من بطوله لبنان، اسبوع 12 من بطوله لبنان وبنتابع. مباراة شباب الساحل والتضامن احتساب خطا لمصلحة شباب الساحل منه تسجل الهدف الأول، بالإعادة بنشوف إنه الحكم كان بعيد عن الحالي والصراع على الكرة كان طبيعي بين محمد الفاعور وعماد الميري وما في أي خطأ والحكم المساعد القريب جدا ما أشار إلى وجود خطأ بهالحالة الحكم بيحتسب لمسة يد على عماد الميري القرار كان صحيح لكن عماد كان بيستحق الإنذار كونه تعمد لمس الكرة طبعا بذكر أنه نحن دايما بنحط الحالات الواضحة جدا بمباراة الإخاء الراسينج إبراهيم أبو جبل بعرق الحسين طحان من دون كرة الحكم بتابع المباراة من دون أن ينذر أبو جبل مطالبة محمد عبد الساتر بركلة جزاء على أحمد عطوي بالإعادة بنشوف قرار الحكم صحيح بمتابعة اللعب وما في ركلة جزاء الحكم بيحتسب خطأ صحيح لمصلحة محمد عبد الساتر لكن المدافع قاسم محمود كان بيستحق بطاقة حمراء لأنه كان آخر مدافع وأعاق بشكل واضح كرة انفرادية الغازية العهد حالي وحيدة بهاللقاء وقرار الحكم كان صحيح لأنه عماد غدار ارتكب خطأ على حارس العهد محمد سنتينا مباراة الصفا والسلام احتساب ركلة الجزاء لمصلحة الصفا قرار صحيح لأنه أوتشي تعرض لعرقلة واضحة من حارس السلام سور طرد حمزة سلامي أيضا قرار صحيح لأنه حمزة تلقى الإنذار الإنذار الثاني بعد شد واضح على قميص لاعب السلام مثل ما هو واضح أمامنا سامويل أوتشي بيوقع داخل منطقة الجزاء قرار الحكم بمتابعة اللعب كان صحيح لأنه أوتشي فقد توازنه ووقع من دون التعرض لأي خطأ الانصار ترابلس لمست يد واضحه على مدافع الانصار احمد الخضر تقدير الحكم انه ما كان في تعمد علما انه وبحسب اللقطه احمد حرك ايده بشكل واضح هدف الانصار الثاني اللي سجله ويزدوم كان صحيح الكره رد عبدو طافح من داخل المرمى وبالتالي الهدف كان صحيح للانصار خلينا نروح نحن وياكم على لقطه اجمل او افضل حارس مرمى بالاسبوع 12 مين كان أفضل حارس؟ ربيع الكاخي حارس مرمى الإخاء الأهلي علي اللي ساهم بفوز فريقه بشكل واضح بتصدي لعدة كرات وقت كانت النتيجة متعادلة ووقت كانت النتيجة 1-0 لمصلحة الأخاء وكان ممكن يعادل الريسينج بأي نتيجة من أفضل حارس مرمى فينا نروح عند أفضل هدف بالأسبوع 12 وهو كان لفريق خسر مباراته بنروح على لقطة الأسبوع عارف حاضرين الثنائي المرعب بفريق ترابلوس هو لقطة الأسبوع ثنائي يعني جمال بترك لك أنت تعلق على إيدائه مارسيلو واللاعب السوري من نفس المكان من نفس المكان مارسيلو في خمطة جزاء بيلعب جول من ضربه ثابته خطره يعني جول بمثابه 60 65% دقيق تسديداته صحيح اذا ثنائي مميز بفريق طرابلس استحق انه يكون هو لقطه الاسبوع افضل هدف مين كان كره خطيره خطيره محاوله سريدو الوالد الطاهرة. مش رح زيد اي كلام علي كلام محمود طرحيني بنذكر بالنتائج الكامله للاسبوع 12 من بطولة لبنان شباب الغازي إذن كان عم يخسر امام العهد واحد اربعه شباب الساحل عم بفوز على التضامن 3 2 الصفا على السلام سور 2 1 الاجتماع يخسر امام النجم بطرابلس 1 4 الاخاء يفوز على جاسم 3 0 الانصار يخسر امام طرابلس 2 3 26 هدف 25 بطاقه صفراء و3 بطاقات حمر نسبه عاليه بهالاسبوع 12 الترتيب حاليا الصفا اول ب 30 نقطه النجم الثاني 29 العهد الثالث 26 انصار شباب الساحل الاخاء كلهم ب 20 نقطة بنروح على المركز السابع ريسينج ب 16 ترابلوس 15 تضامن 14 الغازية سبع نقاط الاجتماعي ست نقاط والسلام سور نقطة واحدة فقط ترتيب الهدافين لسينا سورو هدف 11 هدف ديالو 8، وزدوم 8، عماد غدار 7، فيس شمسين، إدواردو محمد حيدر، أحمد زريق، أحمد لعمار وأسامة سعد كلهم 6 أهداف، 5 أهداف كونان، راموس، صموئيل حسن المحمد، محمد أبو عطيق، عباس عطوي، أونيكا ومارسيلو لاعب تراب عودة لمتابعة أوفسايد بالجزء الأخير مع الكابتن جمال طه المدير الفني لنادي الأنصار إنما قبل ما نواصل حوارنا بجزء الأخير مع جمال الحارس الدولي اللبناني عباس حسن انتقل رسميا إلى ناديه الأم ألفسبورغ بعقد لمدة سنة وحدة بعد ما كان النادي عم بيحاول أنه يكون العقد لمدة سنتين مع عباس وهو موجود حاليا ضمن معسكر فريقه بمدينة أنطاليا التركية عباس بذكر كان ابتدى أصلا مسيرته مع هالفريق عام 2005 قبل ما ينتقل بالإعارة لنادي نورد بينج ليصير بعدين أساسي بهالفريق ومثل ما قلنا هلأ رجع انضم لنادي الأساسي ألفسبورغ اللي هو بطل الدوري لعام 2012 وهو بطل السويد ست مرات ونادي كانت أسس بالعام 1636 1936 يعني نادي من الأندية العريقة بالسويد بمقال لزميلي العزيز وسيم صبرة بجريدة اللواء تحت عنوان عذرا زميلنا حسن شرارة قال أنه لا يحق لأي إنسان التغني بما يعتبره يحق لأي إنسان التغني بما يعتبره إنجازات ومنها الإعلامية لكن أن ينكر جهود الآخرين وينسبها إلى سواهم فهذا ما لا نفهمه وقال للأسف هذا ما أوقع الزميل العزيز نفسه به حيث أنكر جهود اللواء بكشف شبكة المراهنات والتلاعب بعدما تصدت الصحيفة لهذا الشرف منذ الرابع من أيلول حيث كان جزءا حيث كان لا يتجرأ الآخرون على مجرد الإشارة إلى هذه القضية وأنكر هيك بيعتقد زميلي وسيم أنه اللواء انفردت بنشر معلومات دقيقة من أسابيع عن مسار لجنة زريقات ونقل لي أنه أنا قلت انه كل ما سبق ونشر حول ملف المراهنات والتحقيقات لم يكن صحيحا بخلاف ما نشرته احدى الصحف المحليه، هون اول شيء انا بحب اقول لزميلي العزيز وسيم صبره بحب حييه واشكره على عتبه وبعرف انه عتبه على قد المحبه اللي بتجمعنا، ثاني شيء بقول له انه لم يسبق لبرنامج اوفسايد ولا لإلي التغني بالانجازات ابدا نحن ما بنعمل انجازات نحن بنعمل واجبنا تجاه عملنا تجاه الشاشة اللي مأمنتنا على هذا العمل ثالث شيء أنا لم أوقع بنفسي بأي شيء كما لم أنكر جهود أحد وخصوصا جريدة اللواء العزيزة يلي بحترم دايما تصديها للمواضيع الكبيرة وخصوصا موضوع المراهنات رابع نقطة إشارتي بالحلقة الماضية لم تكن إلى أن كل ما قيل في السابق ونشر حول ملف المراهنات هو بالمطلق غير صحيح ما كان قصدي هيك أبدا بل كان القصد اني كليا يعني اني كليا له علاقه بما ذكر خلال اليومين الثلاثه اللي سبقوا الحلقه آه وطبعا هذا الشيء كان نشر ببعض وسائل الاعلام بالمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي وقلت انه هالشيء ما كان صحيح اذا كان محصور بفتره معينه وكان التبني للمقال اللي نشر بيوم تحديدا بجريده السفير محصور بوقته وطبعا هالشيء ما بيعني ابدا تشكيك من اي عمل اخر مهني بيقوم بيقوم فيه الاخرين وخصوصا جريده اللواء ومش بحاجه لرجع او ابدا لانه بعرف ان جريده وخاصه بوجود وسيم هي جريده مهنيه وتقوم بواجبها بالكامل جمال برجع لعندك لنختم بالجزء الاخير من هالحلقه بسؤال اجاني عبر اتصال خلال الوقفه انه اول ما طلعت هذه الاداره حكيت عن مؤسسه حكيت عن عمل له علاقه بشكل هرمي وهيكليه بعدين شفنا كتير مفاجات على طريق هذه المؤسسه تحكيت عنه بسياق الحلقه شو بدا شو مطلوب هلا شو لازم ينعمل شو الخطوات التانية اللي لازم تجي ليرجع نادي الانصار على القليله يمشي على السكه الصحيحه لك ما في شك انه بعض الامور عم نحكي على صعيد الف... على صعيد الفريق او على صعيد ال... النادي بشكل عام يعني الفرق الفئات العمريه والفريق اكيد بعد ال... بعد في عندك شيء تعمله هذا الموسم صحيح صرنا بعد بالدوري بس بعد في عندنا كاس وبعد في عندنا كاس الاتحاد الاسيوي انا برايي الاداره لازم يصير فيه... يسي... لازم يصير في تغيير لازم في تغيير ولازم يصير دعم للفريق اذا بدنا نمشي جزئي مطلوب ولا... لا لا مطلوب يصير في تغيير اداري جزئي كله ما... ما بعرف بس الاداره بمكان ما فشلت يعني والكل من الاداريين عم يعرفوا انه هن فشلوا بمهمتهم مطلوب يصير في تغيير كيف شكل التغيير هن اللي بيحددوه يعني الاشخاص اللي, المعنيين بالموضوع هن اللي بده يحددوه ليه ليه لانه صار في عندنا شيئين بالنادي في عندنا لاعبين عم تضحي يعطيهم الف عافيه من اول الموسم ومن السنين الماضيه منهم مستعدين يضلوا بالنادي كلهم عم نحكي كلهم في عندنا مدربين على راسهم انا والجاز الفني ومدربين فئة العمرية في منهم بلشوا يعملوا يتصلوا أو اتصل فيهم أحد الأندية بعض الأندية بلشوا يحكوا على السنة الماضية الكل بده يفل إذا إدارة نادي الأنصار أو الأشخاص اللي لازم يجوا هلا على النادي يشتغلوا ويوقفوا إذا ما حيوقفوا هذا الشيء السنة الجاية عندنا فريق مع إذا إذا ضل عنا فريق هذه السنة لازم يكون في حل وحل سريع ليه لأنه وصلت الأمور مثل ما قال كابتن معتز بالله نادي بالاجتماع نهار السبت قال لهم وصلت الامور للقمه للاكل بالبيت يعني وسط الحرج ده الاكل ما معي اكل مش هو في لعيبه ما معها تاكل يعني وسط الامور لهون اذا الاداره هتضل ماشي بهال بهال بعد ما عم نحكي بوسط ال ألف فيها 15 لعيب ناطر ال ألف ياخذ مئة ألف يمشي حاله يعني معناته ما, ما عملنا شيء لازم يكون في حل لعيبه يعطيهم الف عافيه إنه سنين عم ياخذوا بطولات كان كاس ولا كاس سوبر السنين الماضيه واللي قبلها واللي قبلها من يعني بكثير مشاكل بكثير حرمان بكثير تضحية بالاخر ما في تغيير، بعدنا ماشيين نفس الشيء عم نفوت على الموسم وما عارفين يعني ان شاء الله بده يجينا يمكن يجينا أنا يعني نحاول نعمل هون، جينا من هون حنروح عند فلان حنروح عند علتين كله عناوين وبالاخر بيجي شهر ورا الثاني ولا الثالث، بيجي شهر ستة ما قبض، بنقبض شهر ستة بنقبض بشهر ثمانية وشهر ثمانية بنقبض بشهر 12، وشهر 12 بنقبض بشهر ثلاثة، مشكلة هذا منه فوتبول <applause> جمال بصراحتك اللي عم بستغلها انا للاخر بحل ما في اليوم. مشكله ملاحظ هالشيء <applause> 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 جمال دائما كان وقت بيواجه نادي الانصار مشكله عم نحكي من عشرين سنه لليوم فكرنا كاعلاميين وكاولاد فوتبول او كاولاد النادي يروح دائما عند سليم دياب طبيعي أه بوجه له تحيه أه سليم دياب اليوم وين مما يجري بنادي الانصار وابنه هو رئيس النادي أه الباك اكيد الباك أه كوع لعنده من شهر ونص شهرين ودفع مصاري دفع مبلغ كبير مبلغ كبير سكرنا هال يعني سكر البدايات بس بالاخر يعني في اداره واحد اثنين انا بتذكر باغلبيه اجتماعات هذا المبلغ كان دين على النادي ولا تقديم للنادي ما بعرف هذا يعني ما ما عندي علم يعني بس ليه لانه انا صرت بعيد عن الاداره ما بشتغل عن الاداره واحد اثنين نقيت بنفسك مثل الحكومه اللي بالنفس يعني. اثنين بس ما اتصل بالبيك انا بكون بدي منه شغله بيقلها للسكرتير شغله اذا بده يحكيني كرمال نادي الانصار ما بدي احكي اذا في شيء خاص اهلا وسهلا فيه يعني البيك بعد عن نادي الانصار سلم هالمجموعه ابنه والمجموعه اللي معه هذا النادي انتم دوروه بيك صار بعيد ولكن بيلجاوا للبيك والبيك انا برايي ما عم بيأثر جمال وفق معلوماتي ومش عم بحكي عن هالنقطه بالتحديد حتى ما يتم ربط الكلام ببعضه هناك البعض ممن يطالب النادي بديون وليس بأموال قدمت إلى النادي قدمت كديون ويطالب بها وهذا هيد النقطة بترك الجواب عليها رسم لمسؤولين النادي يمكن أنا أكون غلطان ما بعرف السبت عندكم مباراة مع التضامن صحيح بصور شو الوضع؟ لك الوضع مأساوي بحكيك صراحةً انا كل اللي بقدر اعمله انه اجيب اللعيبه وبيتمرنوا لسبب لانه يمكن العالم في ناس بتعرف ناس ما بتعرف صار في علاقه بيني وبين اللعيبه بقدر اضغط على اللعيبه واجيبهم بس بالاخر عم ضرهم عم ضر حالي وعم ضر النادي وانا اكيد انه اللعيبه حييجوا ويتمرنوا ويلعبوا بس ما بضمن النتائج لانه انت مثل ما شفت ماتش ماتش طرابلس في في منظر فريق انصار ما في بده يلعبوا حابين يلعبوا بس ما عندهم امكانيات ما في نفسيه ما في روحيه بتمنى انا تتعالج الامور وباسرع وقت والا حنفقد الفريق كله حنفقد الفريق اذا ما تعالجت الامور باسرع حنفقد كل شيء لانه بعد في عنا شيء نقدر نحارب عليه هل حدة رأي جمال طه اللي تابعناه اليوم هو جزء من الخلاف الكبير بوجهتين نظر بينك وبين بلال من جهة بلال فراج وبقية إدارة النادي من جهة كريم دياب وضح الصادق وكلهم أصدقائي بوجه تحية كلهم أم أنه اللي عم تحكي اليوم يعني بعيد بمضمونك عن هالصراع القائم بالنادي لك هو الواقع بغض الس... أنا يعني حتى بعد مشكلة بلال فراج ومشكلته مشكلة النادي والقصص اللي صارت واختيال السمعة إلخ إلخ إلخ, إلخ, إلخ بعد هذا كله علاقتي مع استاذ كريم استاذ وضاح استاذ نبيل بدر مع الكل جيده علاقه استاذ بلال فراج مع الكل اكثر من جيده يمكن اكثر من مكان لما كان مدير نادي هذا شيء حطه بمحل وانا عم بحكي الشيء اللي هو انا كنت مستنظره اول سنه ثاني سنه ثالث سنه ورابع سنه بالاخر كعيد يعني ما بقى فيه بعمل ببني من ميله بالميل الثاني بدي كمل ما انا عم ببني عم بحط حديد عم بحط اسمنت عم نبني عم نشيل عم نطور هون عم نطور هون ببرم لحتى اشوف الممول اللي يمولني لأكمل ما في كيف بدكم تدفعوا للاعبين الاجانب؟ بدي بدي اعتبر اللبنانيه يمكن بيحملوا نكزه من الاجنبي كيف تدفع له؟ الاجنبي تعود يعني وزنه تعود بيرنلي اللي كوتش اي نيد need... شوي مصاري مس... شوي يعني 100 200 دولار لحتى يمشي تعود وعم تسالوا ليش مستوى وزنه متراجع لا طبيعه الحال خلينا نشوف نحن وياكم مشاهدينا فقره هيك تريحنا شوي بس كمان على الانصار ما رح تريحنا وبنختم مع جمال كيف بدك تربح وحامل علم غيرك كلمة تسأل بذكر مباريات الأسبوع 13 من بطولة لبنان لأنه تم تعديل بالجدول يوم السبت الاجتماعي مع الصفا على ملعب ترابلوس تنتين وربع العهد الاجتماعي مع الصفا بعتذر مزبوط العهد مع ترابلوس تنتين وربع بملعب فؤاد شهاب النجمة مع الشباب الغازية يوم السبت تنتين وربع على ملعب صيدا البلدي تضامن صور مع الأنصار بصور مباراة رح تكون إما الساعة ثلاثة ونص أو خمسة ونص منقولة مباشرة إن شاء الله إذا اكتملت جهوزية ملعب سور خلال يومين المقبلين على شاشة الجديد بيكون أول نقل مباشر من سور الأحد مباراتين سلام سور مع الإخاء الأهلي علي من بملعب سور تنتين وربع والمباراة المنقولة مباشرة الرسينج مع شباب الساحل الساعة ثلاثة ونص على ملعب بيروت البلدي جمال طه بترك لك الختام لك هل كانت هذه الحلقة بمثابه اعلان استقالي ولا مش هيك قصدك لانه يعني الواضح انه <تصفيق> انتحاري, انتحاري. <تصفيق> لا اول شغله طبعا من خلال من خلال برنامجك بدي احيي لاعبي نادي الانصار على تضحياتهم صدقني بحبوا لجمهور نادي الانصار ما يعتب على لعيبته لانه هول لعيبه ابطال عم يلعبوا من دون اي مقابل وعم بيعانوا لهم اربع لهم اربع خمس سنين أه بطلب من إدارة نادي الأنصار إذا قدران تلاقي حل وحل سريع مطلوب هذا الحل ينوجد مش قادر تلاقي الحل تستقيل أه الإدارة وتلاقي أشخاص غيرهم يديروا يديروا الفريق أه لأنه حرام نادي مثل نادي الأنصار في ناس كتير تعبت لو لهون أنه يصير في هيك بالنسبة لإلي أكيد من خلال إذاعتك أنا بقدم استقالتي لإدارة نادي الأنصار أه لأنه وصلت لمرحله ما بقى فيه كمل، تحملت ضغط كتير، أه، تحملت اهانات كتير من كتير من الجماهير اللي هي ما بتعرف الصوره كيف، بالاخر كنت احملها بصدري انه هيدي مهنتي وانا بحترم مهنتي ومطلوب انه انا اتحمل هيدا الشيء والا ما اشتغل بهيدي المهنه، بس بالاخر أه، انا الخسران الاكبر، عندي اشياء كتير بقدر اعملها مع الاشخاص اللي عم يشتغلوا حواليي مربطين ايدي ما عم بقدر اشتغل، ما بقدر اقدر افيد نادي الانصار، مطلوب لقى حل كلياتنا والا نادي الانصار صدقني حيصير مثل الشبيبه مع احترامي للشبيبه مثل الهمنمن مثل من مثل ما اشياء مثل نوايد كثيره كانت ابطال بالماضي وهلا صارت انجا نذكرها اذا بدنا نضل ماشيين بهذا الشيء شكرا جمال طه المدير الفني المستقيل علنا من من تدريب نادي الانصار انا بعرف انه جمال مستقيل من قبل شفهيا ويمكن خطيا ما بعرف بس هو اليوم اعلاميا وعلنا عم بيقدم استقالته من تدريب فريق الانصار أه بختم الحلقة أنه بوجه رسالة باسمي باسم كل حريص على كرة القدم اللبنانية على تاريخ وعراقة نادي الأنصار رسالة من القلب لرئيس سعد الحريري رسالة من القلب للأستاذ سليم باك دياب اللي زمان ما شفته إنما بتربط معه بتربطني معه محبة وصداقة بدعيهم أنهم يمدوا إيدهم لإنقاذ نادي الأنصار إلى اللقاء